ما بين الحقيقه ثلاثه شركاء لازم يشتغلوا مع بعض. فكان في بنات زي هتاكتون شركه ماكدونالدز اللي طورت العمل بتاع التطوير اكثر من 20 حضانه واكثر من 5 مدارس، كل مدرسه فيها مرحلتين، يعني بنتكلم عن 10 مدارس. المدرسه اللي احنا فيها النهارده فيها 1800 طالب. فاحنا بنتكلم عن قطاع خاص داعم لوجود التنميه، عن جمعية أهلية مبدعة اللي تتبنى قضية هي أهم القضايا على الإطلاق، كلية التعليم، وعن كلية التعليم وزارة التعليم اللي فتحت أبوابها للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية علشان نتعاون كلنا مع بعض، جمعيات أهلية وقطاع خاص والحكومة، علشان نقدر نوصل للي احنا شفناه النهارده، مجموعة من الأطفال هم بيمثلوا مستقبل مصر، الأولاد دول هم المستقبل. الأولاد والبنات دول بالفن وبالموسيقى وبالأشغال اليدوية وبالأنشطة، فبيجي في التزام الجمعية لتنمية منطقة من أفضل المناطق، منطقة عز الخيرات. إحنا النهاردة موجودين علشان نطلع على تجربة الجمعيات الأهلية في تطوير الحضانات تحديدا، تطوير الحضانة باعتبار إن الحضانة هي الخطوة الأولى في بداية التعليم واللبنة الأولى في تحديد شخصية الأطفال. إحنا هنطلب وزارة التضامن لهذا العام البرنامج الكبير اللي إحنا بنشتغل عليه، برنامج تطوير الحضانات. مصر فيها 14,000 حضانه مسجله بوزاره التضامن، وفيها عده الاف من الحضانات اللي مش مرخصه ومش مسجله. بعضها بيقدم خدمات كويسه محتاجين نساعدها عشان ترخص، في تكوين التواصل مع الاسره ورفع وعي الاسره، في ان احنا نبني حب الطفل للتعليم وللتعلم ونبتدي رحله التعلم المستمره مدى الحياه. احنا متصورين ان في اكثر من 20,000 حضانه ما بين مرخص وما بين مرخص محتاجين ان احنا نشتغل معاهم على مستوى الجمهوريه. حضانات في جزء كبير جدا منها تابع لجمعيات اهليه، وجزء منها تابع لمؤسسات حكوميه بتشير مؤسسه حكوميه جوه المؤسسه بخدمه اطفال الموظفين، وفي جزء كبير يشتغل من مجموعه القطاع الخاص والبيوضات كمشروع استثماري مدير للدعم. وده ايضا جزء بيهمنا جدا، يهمنا جدا ان الحضانات في مصر تتطور، لان تطوير الحضانات في مصر هو اللي هيسهل على المراه النزول للعمل، هو اللي هيسهل على الاولاد الاندماج في المدرسه والدراسه وبعد كده.